بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. اسمح لي اليوم عندنا حق تطبيق مترشحات تتضمن كم مطلقات. نوع هذا من المترشحات ما يتخدمش بصيغة المسألة. حلو، ما يتخدمش بصيغة المسألة. علاش؟ لأن الله المترشح رقم واحد. وقتاش تخدم بصيغة المسألة؟ كيف نعرف روحي اللي تخدم بصيغة المسألة من نوع هذا؟ كون تكون نفس عليهم نفس معادلة إكس، هنا كون تقسمي ناقص اثنين هذه ترجع لك ناقص نص، تسمى تتغير. كون جبت هذه إكس وهذه إكس نجمو نخدموها بصيغة المسألة. نجمو هذا نوع من الآخر نخدمو بالطريقة الحسابية. حنا قلنا عندنا زوج طرق اللي باش نخدمو بكم طرق، إما بالطريقة الحسابية إما بالطريقة الهندسية، الحل الحسابي والحل الهندسي. هذا النوع من التمارين من المترجحات أو المعادلات، المعظم تاعها نخدمو بالطريقة الحسابية اللي هو طريقة الجدول. راح نديرو طريق الجدول. إذا لقيتو المترجح هذول وجهون والمتباينة الأولى، تقول القيمة المطلقة لـ x زائد 1 أصغر أو تساوي من القيمة المطلقة لـ ناقص 2 x زائد 3. تبداو لها مترجح رقم 1 بالنسبة للأوساخ الثانية هذي تتواصل. بعد ما نعمل الأولى فيديو الحمراء قاعد تمشي. صايك كتبتو الثانية؟ خلاص ليه؟ نبداو على المترجحة رقم واحد. بسم الله. إذا واش عندنا؟ قيمة مطلقة أصغر تساوي من قيمة مطلقة. النصيحة تاعي ليك عزيزي طارق في الطريقة الحسابية اللي هي طريقة الجدول، أنه لابد أنك تشكل لي المترجحة المطلوبة اللي راهي قدام، لازم تشكلها باش كيف؟ كيف؟ تبدا. ثم المرة الأولى راح نحطوا المترجح القيمة المطلقة الأولى، نحطوها في خانة، في السطر الأول. جميل؟ من بعد نحطوا المترجح القيمة المطلقة الثانية في الخانة رقم 2. تمام؟ بعد الخانة الأخيرة راح نكتبوا المترجح الثاني راح نخدموه. إذا نبدأ نبدأ. هذه طريقة عامة، أي مترجح يعطيها لك هذا هو الحل تاعها. نخدم بالطريقة. أوكي؟ نبدأ واش إذا الحل شو راح ندير؟ راح ندير جدول. هذا جدول عام، دير نكتب انا اكس ودير الحق تاع ناقص منها الى غايه زيد منها، مجموعه اعداد حقيقيه او يسمى بالحق الان. نكتب هنا القيمه المطلقه الاولى هي القيمه المطلقه لـ اكس زيد نبني، ونكتب القيمه المطلقه الثانيه ناقص لـ اكس زيد نبني. شنو نبني؟ لازم نفسرها. هذه الحاجة لازم نفهمها. القيمة المطلقة لازم تتفصل. شيخ واش تقصد تتفصل؟ يعني نعرفها وقتاش تخرج بالناقص وقتاش تخرج بالزايد. الخطأ تاع الطلبة يقول لك وقتاش تخرج موجبة وقتاش تخرج سالبة. عمرها ما القيمة المطلقة تخرج سالبة، عمرها ما تخرج. نطلعكم سؤال تاع ذكاء. واش رايكم ناقص إكس؟ موجب ولا سالب؟ الغبير يقول لي سالب. علاش؟ يشوف الناقص يقول لي أستاذ سالب. قد يكون إكس ناقص. قد يكون إكس مثلا القيمة الإكس كإكس سالب. مثل قيمة هذا سالب مثل قيمة الإكس مثلا ناقص واحد، ناقص واحد في ناقص. إذا أنت تقول القيمة المطلقة تخرج ناقص إكس وتخرج زائد إكس، واش معنى هذا أنه سالب؟ ناقص إكس باش نكتب لك لازم يكون إكس أو سالب. هنا إكس كيكون إكس موجب. في كلتا الحالتين هي موجبة. غادي نكتب لك ناقص إكس، أي كمل اقرأ. كيكون إكس واش به؟ سالب. دونك هذا هو موجب. أعطيني مثال إكس سالب. ناقص خمسة، ناقص خمسة في ناقص. زائد خمسة. موجب. ودخل زائد إكس كيكون وش هو إكس وش به؟ موجب. أعطيني مثال من إكس موجب. اثنين. اثنين زائد اثنين. يعني في كلتا الحالتين راهي موجب. وهذا هو الخطأ الشائع تاع الطلبة، كيشوفوا القيمة المطلقة تخرج بالناقص وبالزائد، يفهموا بها بلي راهي سالبة، تخرج سالبة موجب. يعني الأولاد حاولوا تصلحوا التعبير اللغوي تاعك. قال القيمة المطلقة تخرج موجبة دوم، لكن تخرج بالناقص وتخرج بالزائد. ما نقولش تخرج سالبة موجبة. راه خطا. كيما الجذر، الجذر التربيعي عمره ما يخرج سالب. الجذر والتربيع و شو اسمه القيمة المطلقة راهم دايما موجبين. تمام؟ مليح. هي والخانة الأخيرة أستاذ باش نحطوا فيها؟ الخانة الأخيرة نحطوا فيها المترشح اللي عطاها لي، ماشي القيمة المطلقة. إذا كان معادلة كتب معادلة مترشحة كتب مراشحة. شوف الولاد هذه الصنارة، أنا عطيتكم الصنارة باش تصيد السمكة، هاي الحوتة تاعك.
يقول لنا مثلا الصين وش يقول؟ لا تعطيني سمك ما تعطينيش حوتة، لكن علمني كيف اصطاد السمك. قلت لي الطريقة باش مرة جاية انا كي نجوع تظهر لي في راسي جوعت وروح نجيب حوتة. كما ولا بلا ما نستناك انت ولا تطلب عليك. هذه الطريقة العامة كيف نكتب وش عندي؟ كم تلقى لإيك زايد واحد أصغر من أو تساوي الكم تلقى لناقص 2 إكس زايد زايد ثلاثة. هاي والله نبدا نهضر مع نفسي. نروح لأوساخ ورقة الأوساخ نشوف أنا جهة عادل وكم تلقى لإيك زايد واحد اللي راهو نحل المعادلة إكس زايد واحد تساوي الصفر زايد واحد كيدور شاطين. إذا الحالة الحالية ناقص واحد. ماشي في المرة ديال ناقص واحد لا بالعكس. استغربوا لي عندما ناقص واحد نشفع عليه. الثانية ناقص 2 إكس زايد ثلاثة. إيش كم مطلقة؟ حل ما بداخل كم مطلقة ديالك؟ معادلة تاع الكاتريموني. نحل معادلة تاع الكاتريموني. تساوي الصفر من هنا زايد ثلاثة كي تدور. نقسم كلشي لناقص 2. ناقص على ناقص. غادي ثلاثة على 2 اللي هي 1.5. تسمى بالفاصلة هي 1.5. تفهم لي؟ هذه وظيفة تاع زملائكم من جوجل درس. راهم يسمعوا فينا. إكس تساوي 1.5. وإكس يساوي ناقص واحد، أنت في الترتيب شكون يجي ناقص شكون يجي شكون الصغير وشكون الكبير؟ ناقص واحد. لازم ترتبهم على الحق الآن. ناقص من هنا زاد من هنا، راح يجي ناقص واحد صح هو الأول، ومن بعد تجي ثلاثة على اثنين، صفروا ما نقولوش بيناتهم، تسمى يقع بينهم. تمام؟ إذا باش نرتب أموري، تسمى يجي ناقص واحد صح. التلميذ اللي يعرف يقسم هو الممتاز. كل شيء فهم كيما البقراوة. المرة الفحلة كي طيب البقراوة الرسمي تاع البقراوة هي كيفاه تقص باش الكعبة تاعها تجي زينة العين تاع شق الجمال الكعبة تاع البقراوة كي تجي مليحة والاخر حتى كي تمديها حتى في طبق القصة تاعها والستيل تاعها يلعب دور خلينا من المذاق تاعها الشكل تاعها تمام اذا هنا الشكل الطرب لازم يعرف كيف يدير الشكل لازم يعرف كيف نخدم لي شومبر تاعي مش حتى ناقص واحد هنا هذه باصة تكون ضيقة وباصة أخرى تكون واسعة نو أنا قاعد نقول لك أنا هنا في الأوساخ أعرف القيم اللي تحت المعادلة تاعي باش من بعد نعرف نقسمهم تبع مليح اليوم ريميت أنا قلت كيف القيمة الموالية 3 على 2 تسمى ماشي حتى 3 على 2 بدل كان عندي زوج قيم نوسع شوية روحي 3 على 2 تعلم هذا تعلم كم مطلقة ثانية إذا 3 زائد 3 على فقط إذا القيمة الطلقة الأولى تلعب مع ناقص واحد، القيمة الطلقة الثانية تلعب مع كذا ناقص واحد. أوكي؟ مليح. انتبهوا مليح، هنا المثال هذا عجبني على جال واش على جال ناقص هذا. هنا باش نشوفوا شكون الطلبة اللي يعرفوا يكتبوا القيمة الطلقة ويعرفوا يدرسوها ولا ما يعرفوش يدرسوها. انتبه مليح عزيزي الطالب أنا، لاحظ بلي معامل إكس هنا موجود. شيخ، بلي تابلي زيبول تاعك، شيخ، ومن بعد. هذا يا عزيزي الطالب معامل إكس. هو بيت القصيد في كتاب القيم المطلقة كي يكون معامل اكس موجب الموجب معامل يتفاهم يتفاهم الغرفة الموجبة واش تقصد استاذ انا كون سقسيك وراه الغرفة الموجبة وراه الغرفة السالبة نعم هو بعد الانعدام بعد الانعدام غرفة موجبة قبل الانعدام غرفة سالبة كيما انا قداش عندك الغرفة سالبة واحدة وعندي زوز غرف موجبة هنا قداش الغرفة سالبة عندي زوز غرف سالبة وعندي واحدة موجبة هذه القراءة القراءة تاع الغرف تلعب دور شو تقول القاعدة؟ راه نهز لهم المخالف مادام دونك راه معامل اكس موجب معامل اكس موجب فالقيمة المطلقة هذه تكتب هكاك بعد كوبي كولي نهزها هكاك بعد في الغرف الموجبين انتبه مليح كوبي كولي اكس زائد واحد او زائد اكس زائد واحد زائد اكس زائد لكن في الغرفة السالبة دخل عليها الناقص واش ترجع؟ تخيل انت دخل ناقص ترجع ناقص اكس ناقص واحد الامور كيف تمشي؟ وهذه نشوفوها مع الحالة الخاصة اللي تقول القيمة المطلقة لإكس القيمة المطلقة لإكس نعم عن الصفر وعامل إكس موجب تسمى الموجب يتفاهم مع الموجب تسمى راح نقول زائد إكس لكن الغرفة السالبة راح نقول ناقص اكس لكن كلاهما موجب كلاهما موجب كيف استاذ كلاهما موجب اي ناقص اكس استاذ كيف هي موجب اي ناقص اكس
لكن اخويا اقرا لادريس ايميل تاعها، قلت لك هذه دائما هي لادريس ايميل تاعها في اليوم، لادريس ايميل اكس تاكش بينها من ناقص 100 صفر، اعطيني عدد مثلا من ناقص 100 صفر، مثال ناقص 5 اوكي اكس ما ناقص 5 استاذ هي ناقص 5 في الناقص هذا زائد واش بلا واش موجود كيفاش اعطيني قيمه اكس في المجال من صفر زائد منها مثال زائد 7 زائد 7 في الزائد واش بلا واش موجود إذن هذه ناقص ناقص 5 رجعت لي زائد 5 وهذه زائد 7 هي موجب يعني لاحظ لي قيمة لقد إكس راهي دوم من تخرج الموجب فحذر يا عزيزي الطالب أنك تتأثر بإشارة الناقص ورد بالك تتأثر بها أي ميش ناقص إكس معناها 7 فهمين فالقيمة المطلقة اللي قاعد تشوف فيها من كلها موجبين هذه بعد موجبة 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 لكن تبارك في الشكل تاعك تبارك بلي راهي 7 واضح ملاعب نروح للمعادلة الثانية ناقص من إكس زائد 3 وش بين معامل اكس؟ سالب السالب يتفاهم مع السالب هزو هاك كي يكون معامل اكس موجب الموجب يتفاهم مع الغرفه الموجبه اش معناها معناها تكتب بكيف وما يتفاهمش مع الغرفه السالبه اش معناها معناها دخل عليه ناقص لكن كي يكون معامل اكس سالب السالب يتفاهم مع السالب دونك هنا في الغرفه السالبه هنا هذه غرفه سالبه وهذه غرفه سالبه راح تكتب بكيف هذه تكتب بكيف ناقص 2 اكس زائد 3 ناقص 2 اكس زائد 3 هوب كي نوصل الغرفه الموجبه ما يتفهمش من الغرفه الموجبه لكن ما معنى لا يتفاهم ما معنى دخل عليه اشاره الناقص هاي يكون ذكي ودخل اشاره الناقص على ناقص 2 اكس زائد 3 تخيل عندك ناقص ناقص في ناقص زائد 2 اكس ناقص زائد 3 ناقص 3 شير سيدي الطريقة أستاذ هذي خدمة ممكن أنا عندي خدمة الرسمي تاعك هو معامل إكس عندك جزء أو زوج حوايج رسميين لازم تعرف كيف تشكل الغرف بالإنعدام باش تعرف شكون هما الغرف السلبة الغرف الموجبة ورقم اثنين لازم تعرف كيفاش توزع كيما لي كارت كيف توزع ماذا نوزع الدالة تاعي هذه أو المتغير تاعي هذا كيف نوزع على الغرف متى يخرج هو بعد وقتاش يتعكس فهمت هذيك الساعة راح نبدا نشكل المترجحة تاعنا، راح يخرجوا لنا كدا مترجحة، يخرجوا لي ثلاث مترجحات، مترجحة مترجحة ثانية، مترجحة ثالثة، وكأنه عطيتك ثلاث تطبيقات، ثلاث تمارين، نقول لك حلي مترجحة هنا، وحلي مترجحة هنا، وحلي مترجحة هنا. لكن الخطأ يرتكبوا الطلبة راح يشوفوه من بعد وراه. يحلوا مترجحات ويلقوا الحل الحل العادي. بس كاين خطأ فاتح راح يشوفوه من بعد. انهم يراعيوش ماذا؟ لادريس ايميل ما يشوفوش الفوق شيء. هذه تحل المترجح هذه تحت ضوء ماذا؟ تحت ضوء ماذا؟ تحت ضوء مجال الناقص 100 ناقص 1 ولا تحل المترجح هذه لازم دير التقاطع مع المجال تاعها ناقص 1 3 3 على قلت لكم اذا جبتني هذه يعني فيها قيمه مطلقه وفيها تقاطع وفيها مترجح هذه كما هو فهمتوني؟ بلاك طيب نبداو نشكلوا المترجح هذه القيمه المطلقه لي اكس زائد 1 اصلا تساوي القيمه المطلقه اللي ناقص اكس زائد 3 معناها راح ندير هذا اصلا يساوي من هذا إذا هي ناقص إكس ناقص واحد أصلا منها تساوي ناقص 2 إكس زائد 3 نحل مطرش هذا من بعد باش ندير إكس زائد واحد أصلا تساوي من ناقص 2 إكس زائد 3 بعد نحل مطرش حاجة أخرى إكس زائد واحد أصلا يساوي من 2 إكس ناقص ريسك هذا كل مرة تخرج زيد طلعت تخرج هكا طلعت تخرج هكا طلعت تخرج هكا ها طلعت تخرج هكا جد ولي يعطيك جميع الاحتمالات الجدول يعطيك كل شيء الجدول يعطيك كل شيء انا على بالي بلي معظم الطلبه يعرفوا يحلوا مطرشه انا متاكد بلي ما كانش منكم اللي ما عرفش يحل مطرشه راح نديروا المجاهيل في ضرب معاهد في ضرب حال واذا كان معامل اكس سالب نضرب على نضرب الناقص ولا نقسم على الناقص تتغير اتجاه المطرشه لكن راح نشوف هو راح مشكل كاين مشكل راح نشوفوه مع بعض نبداو نخدموا مع بعضنا طيب حاول نخدموا شي بالخيال ناقص 2 اكس كي تدور ترجع زائد 2 اكس 2 اكس ناقص اكس اكس اصلا تساوي ناقص 1 كي تدور ترجع 1 ترجع زائد 1 3 زائد 1 4 خليها بعد كنت نتكلموا معك زيد روح لهم ناقص 2 اكس كي تدور زائد 2 اكس زائد 2 اكس يا اكس ترجع 3 اكس كما يوسف اصلا تساوي 1 كي تدور ناقص 1 3 ناقص 1 2 دائما حوس على اكس ما تحوليش تحوس ايش على اكس 3 اكس نقسم على 3 واش ترجع
هل تتغير اتجاه متراجعه؟ لا. مش عندنا اكس اصغر او يساوي من 2 الى 3. هذه خليها تتكلموا عليها بعد، هذه خليها تتكلموا عليها بعد. متراجعه الاخير 2 اكس كي تدور ناقص 2 اكس مع زائد اكس ناقص اكس، واحد كي تدور ناقص 3 ناقص 4 تغير اتجاه المتغير. اه راح نقسم مع الناقص وش يصير؟ اكس اكس ينقص مع الناقص غير اتجاه تغير اتجاه المتراجع. مش كاين متراجع هي مش معاكس، ينقص مع الناقص ترجع لكوش اكس اكس زائد زائد. ايوه راه تشوف اخويا هذاك هنا الحلاوه تاع التمرين هو هنا. واش راح نهز؟ تبع معي اذا فهمت المثال هذا صايي مبروك عليك. جميع التمارين بالمرق هذه اصعب حاجه متراجعه، وجات معادله بسيطه جدا متراجعه هي الصعب فيها التقاطعات. راه نحل متراجعه هذه حلينا لقينا اكس اس تساوي مربع، هذاك اللي نهضر معاها يقول لها راكي تحت الرحمه تاعي، راكي تحت الرحمه تاعي. نشوفوا نشوفوا نبدا. اول نبدا الرسمي هو ها نكتب على المجال نسمي المتراجعه هذه، نسميها المتراجعه مثلا رقم واحد. ما نقولش شاك فوا نعيط لها فلانه فلانه، راح نسميها المتراجعه رقم واحد. اولا على المجال نبدا على المجال واش ناقص من هنا نديروها بصيغه المجال ناقص من هنا ناقص واحد. مهم كون قد نقول لما اكس يكون اسرع تساوي من ناقص واحد. فو سافي لو شوا، بغيت تكتبها هكا بغيت تكتبها هكا صحيحه في زوج. نبدا على المجال هذا، ركزوا رحم والديكم هنا نحبكم تركزوا ركز اقصى درجه، ركز اقصى درجه على المجال هذا. المتراجعه واحد تكافئ الضوء نص البصمه ما فيهاش دوكل. المتراجعه واحد واش تكافئ؟ المتراجعه هذا واش رجعت لي الولد؟ رجعت لي هذا الحل تاعها اكس اسرع تساوي شحال المجال تاعها واش قلنا؟ ناقص من الى غير ناقص واحد. يعني القيم هذه مش هذه القيم راهو سالبه. نيسا جامي نتكلم هكذا عشوائيا، ما نتكلمش عشوائيا، لابد نتكلم بطريقه دقيقه جدا. راكم قاعد تهضروا بزاف، حذاري حذاري حذاري. واحد يقول لي ما عندهاش حل، واحد يقول لي تناقضوا. إذا نقولوا المتراجعة واحد، نقولوا حلول المتراجعة واحد هي لقينا واش هي؟ هي إكس أسرع تساوي من يعني قيم حلول المتراجعة إكس أسرع تساوي من ناقص أربعة. لا معنى هنا لازم نرسموا واش؟ نرسموا الحق تاعك. واحد آخر واحد أو الصفر تاعي، الصفر هو الميزان ولا هو المؤشر. الصفر هو اللي يفصل لي بين آر موان و آر بلوس زي ما قلت لك. نكتب الناقص من هنا زيد من هنا ونوجد محور تاعي مليح. حنا المجال تاعنا واش قلنا؟ من ناقص من هنا إلى غير ناقص واحد، هاي القيمة ناقص واحد. نخدم هنا ناقص من هنا ناقص واحد، تسمى المجال هذا راه مرفوض بالنسبة لينا خاطر صعب، هذا مرفوض. هذو ماجي يسحقون من ناقص من هنا إلى غاية ناقص واحد مليح. الحلول تاع المتراجع واش لقينا؟ قال لك هي جميع قيم إكس تتأثر وتساوي من ربعة، وراحت ربعة هذي، ربعة هي هنا، هذي ربعة جات في ربعة هنا، صح ولا لا؟ لقينا الحلول إكس أثر وتساوي من ربعة، واش معناها إكس أثر وتساوي من ربعة؟ واش معناها؟ إكس أثر وتساوي من ربعة معناها إكس ينتمي المجال من ناقص من هنا إلى غيت ماذا؟ إلى غيت ربعة مضروب. معاش نكتب هنا إكس أصلا تساوي من ربعة معناها إكس ينتمي المجال من ناقص من هنا إلى غيت ربعة مغلوب. نروح نديروها طرا قيد نهزوها نديروها باللون الأزرق. أصلا تساوي من ربعة معناها هكا. هذه اصلا تساوي من ربعة معناها ناقص من هنا حتى ربعة. والاخرى الادريس الايميل تاعها واش هي؟ من ناقص من هنا حتى لواحد. من هذه هزت هكا
وهذه يزدي. مش قلت لكم مريفات راح نزو التقاط. شو ما تراش كون هو القطعة ولا نصف مستقيم اللي يتلون بلونين بالأزرق والأحمر في الشوف. نقص مالي هاي نقص. كيفاش قبيل تقول نسمع واحد يقول لي فاي واحد يقول لي ما كانش حل واحد يقول نسو التقاط. وبالتالي اس واحد ما جاء الأول احنا نزلو اشفوا عليها راهم النقص مالنا النقص مغلق على مغلق بيسك الأحمر راهو هز نقص واحد والأزرق راهو هز نقص واحد وفات عليه يعني راهو حفنه هزو هزو ده إذا من نقص مالنا إلى غير نقص واحد البدل هذا واش هذا اس واحد إذا نكتبوه هنا باش نبعد نشفوا عليه واضح هنا تبان يبي نهزو الاس واحد خلاص عيسى اذا راح نهزو المجال الاول اسمح لنا قاعد نلم وجهه واش نديرو حنا قاعد نلم المجال الاول قال لنا ناقص 100 ناقص 1 بعد زيد نشوف المجال من بعد واش نديرو من بعد نديرو الاتحاد شوف كيف تبدا بطاقات بعد نديرو الاتحاد اذا المجال الاول اللي نهزو هو من ناقص من هنا الى غايه ناقص 1 ناقص من الى غير ناقص 1 نعم المجال هذاك راح نهزوه كومبلي هو بعد نهزوه راح نديرو عنوان ننتقل الى مرض المجال الثاني هذا خلاص صاي شفناه نروح المجال الثاني من ناقص واحد الى غير 3000 ناقص واحد نجم تفتح تنجم تغلق ما كاينش مشكل على القيمة ناقص واحد إلى غير 3 على 2 واش لقينا حلول مترشحة واحد شي حلول مترشحة واحد هي كل قيم إكس واش بها يتحقق المعادلة هذه إكس أصل تساوي من 2 على 3 يعني كل قيم إكس أصل من أو تساوي 2 على 3 أيوا واش ندير؟ عاد نسمع الأمثلة ناقص من يزيد من يدوم نحط الصفر تاعي المؤشر تاعي عفوا واش 2 على 3 3 على 2 الحل 2 على 3 2 على 3 هي تقريبا 0.66 هكا يعني ما فتش واحد ابي بري برك حنا نحطو 2 على 3 هذا واحد هذه 2 على 3 2 على 3 مش لازم نهزو مسطرة ونكيلو ولا لا حط هكا برك فهمت ونحطو القيمة ناقص واحد هاي القيمة ناقص واحد ونحطو القيمة المجال التاني قالنا 3 على 2 اللي هو 1.5 واحد هذه 2 1.5 هنا يا خويا هذه هي 3 على 2 حذر يقول 3 على 2 هي 1.5 و 2 على 3 هي 0.66 ناقص واحد او بينه بالناقص واحد الطالب اللي فات غلط في الترتيب تاع القيم باي باي السلام عليكم راح حذر القيم ما نلعبش بهم سينو اجبد الالة حاسبة وخدمة 3 على 2 تعطيك 1.5 هاي القيمة واحد هاي القيمة 2 تسمى 3 على 2 طيح بين 1 وبين 2 1.5 2 على 3 هي 0.66 تسمى طيح بين 0 وبين 1 لكن كثر شوي من نص ناقص واحد هنا هي النظيرة تاع واحد واضح ولا مش واضح؟ أنا قلت لك ركز على قد ما تقدر ما تطلقش ما تطلقش التركيز راح مودي وما تقلقش أول حاجة ديما الطالب واش يدير؟ يذكر النظيرة الإيميل تاعو بيسك هي الرسم النظيرة الإيميل هي التليكوموند هي تقول لك هذا طيش وهذا هذا هي تدير كيك طيش هذا هذا الرسم من ناقص واحد لثلاثة اثنين وراح ناقص واحد راح ثلاثة اثنين ها من ناقص واحد الى غير 3 على 2 هذا هو المجال اللي نلعبوا عليه ادريس تي مغلق على 3 على 2 ومغلق ومفتوح على 3 فيها مشكل تمام واضح مش واضح غلقنا على ناقص واحد وفتحنا فتحنا ناقص واحد وغلقنا على 3 على 2 ومش خطا انك تغلق على ناقص واحد وتغلق على 3 على 2 في زوج مع بعضهم مش خطا القيمه مطلقه ما يهمش الغلق والفتح اذا غلقت على المجال الاول افتح المجال الثاني واذا بغيت تغلق على المجال الاول زيد اغلق على المجال الثاني عادي جدا هذه بزاف طلبه يطرحوا لي السؤال
يقول لي شيخ وقتاش نغلق وقتاش نفتح ما كانش مش انا وقع عليهم في زوج افتح لي ما كانش مش في القمه مطلقه بس بعدا وجاي الاتهام راح يتز ما تزش انا تزليف ملا واش لقينا الحلول هي كل قيم اكس الاصغر من او تساوي 2 3 راه نزلوا الازرق اقل من 2 3 واش معنى هاي 2 3 اقل منها واش معنى معناه ناقص ما لا يحتاج 2 3 يعني هذا مجال نسوا من ناقص من ايه حتى 2 3 واش به مغلق شوفوا لي طلع واش تكون هي القطعه مستقيمه او نصف مستقيم اللي تلون مرتين ناقص 1 2 على 3 هذا هو المجال اللي تكرر مرتين ناقص 1 الى غايه 2 3 ما تحبش تلميذ يقول لي من 2 3 ناقص 1 حذر دائما كي نقرا واش نقرا ترتيب صعوب جمع يقرا نزول اذا السنين تاعي باش تخرج النقطه من ناقص 1 الى غايه ناقص 1 مفتوح الى غايه 2 على 3 مغلق ثمين من ناقص 1 الى غايه 2 الى نزو اس 2 ناقص 1 الى غايه 2 على 3 مغلق بنفس الطريقه نديروا اخر مجال اللي هو المجال مضى من 3 على 2 الى غايه زد من ترجع رايح وانت مش رايح وماش تأي ماش تأيوة المجال الأخير شو هو من 3 إلى 2 إلى غاية زائد من ليش بقول لما يكون إكس يكون أكبر تماما من 3 إلى 2 هذه بصير تحسب وترى بصير المجال ملاك حلول مطرش مش دينا حلول مطرش حلا مش دينا مش دينا مش هي كل قيم اكس يتحقق الشرط بشيء هو اكس اكبر امين او تساوي من زد وي بهذه الطريقه دوما ندير حق الارتا ناقص من هي زد من الصفر تاعي دوما عندي القيمه 4 حطها من 4 المجال تاعي شنو من 3 الى 2 زد من اخر من 3 الى 2 زد من معناها من 1 ونص مطلق واحد ونص صافي بريد جينا يعني تخافي فيني مش لازم نديرو قيمة مضبوطة ثلاثة على إذا هو قال لي من ثلاثة على اثنين زيد من يعني ها يعني ما جاب هذا نص مستقيم من ثلاثة على اثنين زيد من فتحت الكروشي بيسك راهو أكبر تمن أوكي مليح هي والحلول واش لقيناهم؟ لقيناهم من ربع زيد من حلول قلناها مربع زيد منه واش معناها؟ مربع مغلق زيد منه لاحظوا شكون هو المجال اللي تكرر مرتين؟ مربع زيد منه اذا هي اس 3 مربع مغلق بصح عليها ربع زدتها لزق وزدت تحت الاحمر او ينتهي بالاحمر عرفت؟ مربع الى غير اخر تشوفوا المجال الثلاثة المجال الأسود والأزرق والأحمر يا هل ترى نزلوا التقاطع تاعهم ولا نزلوا الاتحاد؟ هذا هو الطالب على بالك تلمو الطالب ما في خدمة تقاطع 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 كي يوصل يقول لي شيخ ندير التقاطع لا أنت قاعد تلم أنت قاعد تلم في الكعبة تاع التفاح تروح للصوب تلم نشتري من عند هذا شوي نشتري 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 ونروح نخبي مثلا عند الحارس برا نخبي عند الحارس كي يجي نروح هل ندير التقاطع ولا نقول هات لي التفاح اللي مديتهولي؟ واش ندير؟ يعطيني التفاح اللي ميتو عندي، يعني التفاح كل تاعي انا. هنا راك قاعد تلم. في المجال الاول واش لميت؟ الثاني واش لميت؟ المجال درك الحل تاع الموطراج عالي. على الحق الان قبيل قاعد راني قسمت. المجال هذا لقيت هذا. المجال هذا لقيت هذا. المجال هذا لقيت هذا. درك على الحق الان كل. هو الاتحاد تاع المجالات اللي لقيتهم. هو أسوأ من اتحاد الاسمين اتحاد الاسمين لا بيت القصير تمام اذا راح نقولوا هذيك الساعه راح نشرحوا الحديث راح نقول الحلول المترشحه واحد ما نقولوش على المجال كذا على الحق الارض
الحلول المطرة شحال واحد هي اس واحد اتحاد اس اثنين اتحاد اس ثلاثة باش نفهمو مليح نروح ندير الحق الارض صفر دوما من ناقص من نازل من هنا انا ديما الحق اللي نتبع معاه دايما نمشي معاه نحط القيم اللي عندي تمشي من اسوء لا تمشي عندك ناقص واحد هاي شو مليح كيف نحط اللي دي بون ناقص واحد ناقص واحد كان زين كم هي 0.66 انا قلت لك ما تلقاش روحك اخدم بالاله حاسبه اثنين على ثلاثة بعد أربعة شو قلت لك باش نقول؟ قلت لك من ناقص من هنا ناقص واحد ناقص من هنا ناقص واحد هنا هنا نهزوا اللي تلو نمرتين ولا نهزوا المهم المجاني من الاول هنا تلقى واحد من الاول نهزوا ما فيهاش راه الاتحاد تقاطع شي هو شو مال تقاطع شو لازم يقولوا من الاولين في سوشي كيما هذا التقاطع هو هذا شو بيقول او التقاطع بص الاتحاد اللي لقاه من الاول نهز اذا هذا اسوء اسمه مليح هذا اسوء يبلغ احمد تبي يسمع اخر مره نقول تبع هذا اسوء اثنين من ناقص واحد اثنين اثنين ثلاثة اسكر من ربعة زي كنا ندم على شكل بطن تمر القسم تخدم ثلاثة قال من ناقص من ناقص واحد مغلق ثم الاخر مفتوح الى غير توش اثنين ثلاثة مغلق هذا مفتوح تسمى هذا مغلق هذا مفتوح تسمى هذا حيفز مليح والاخر من ربعة زي كنا شوف اللي شكون هو المجال اللي تلوم اللي قاس ولدو الاحمر من ناقص مالا نهائي ناقص مالا نهائي ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ولا نهزو نهزو هو شوف ناقص واحد او ما تهز او لا تهز كما المره الاولى سبع ما تهزش بصح الاتحاد باش يقول لك ناخذ العناصر المشتركه والغير مشتركه تسمى مانيش حنتوقع عند ناقص واحد نهز وبالتالي مانيش حنقول هذا بعد هذا تسمى هذا كون راح يهز كل راح يتقرا يعني من الغباء اني نحبس هنا راح نقول من ناقص مالنا هنا اكس هذه الحلول تاع مطرشة من ناقص من هنا الى غير كمان مغلق ولا مفتوح مغلق ولا مفتوح اتحاد هذا ما تلومش جاب باص هنا الطلب واش يدير يشور يصوت من الزوج من الزوج اتحاد واش من ربعه مغلق زين هذه الحلول تاع مطرشة كيف تعرف روحك صحيح تحبوا تاكلوا حبوا نتاكدوا نهزوا مثلا قيمة من المجال هذا اللي لقيناه نهزوا مثلا أربعة شو أربعة خيط تنتمي ولا ولا نهزوا خمسة نهزوا مثلا إكس قال التحقيق كيف التحقيق نهزوا نقطة من المجال نهزوا نأخذ إكس تساوي خمسة نعوض في مطرش حوالي روح المطرش حوالي تلقى إكس عوضها خمسة ترجع كوش كم مطلقة لي؟ خمسة زائد واحد ستة هل هي أصل تساوي منه؟ كم مطلقة لي ناقص؟ ناقص اثنين في خمسة زائد ثلاثة خمسة زائد واحد ستة كم مطلقة لي ستة؟ ستة هل هي أصل تساوي فعلا منه؟ ناقص اثنين في خمسة ناقص عشرة ناقص عشرة زائد ثلاثة ناقص سبعة كم مطلقة ناقص سبعة؟ سبعة شوف ترى ستة أقل من سبعة محقق او لا محقق ما تفهم لي راه العنصر هذا خمسه مثلا راه صحيح يعني زين عنصر من المجال سامي ولا واضح ولا وبنفس الطريقه تخدم المطرش رقم اثنين باش ما تغروش في الحكايه واضح ولا نفس الطريقه نخدم المطرش رقم اثنين هذا مثال شامل نعطيكم كيف تخدموا القيم المطلقه وكيف تخدموا التقاطع وكيف تخدموا الاتحاد يعني شفتوا كي شغل ملخص الحوايج اللي شفناهم هو شويه مش نقولوا صعيب احنا قلنا كي يكون عندي مشكل لازم نواجه ارواحك واجه مش نعطيه الظهر كيما شنو الضرب كيما بعض الطلبه شنو الضرب عطاهم الظهر ولفوا بالاله الحاسبه تعطي عمليه قولوا سبعه في ثمانيه ها الطالب لازم يروح الاله الحاسبه علاه باسكو شنو الضرب عطينا ظهور في زمن مضى بقالنا مشكل بقاتلنا علم ظهور
كاين معادله اللي بغيت نتكلم عليها اللي هي بصيغه القيم المطلقه وبصيغه المسافه. بزاف طلبه يسقسوني عليها وانا قلت لهم يجيبوا اختباري. كي نحب نخدم القيمه المطلقه بصيغه المسافه لكن معامل اكس موش واحد، يعني يكون يجيني سؤال يقول لي حل المعادله القيمه المطلقه لي 5 اكس زائد 2 تساوي مثلا 10. بصيغه المسافه نشوفوا بصيغه كذلك بصيغه طريقه حسابيه وطريقه هندسيه طريقه المسافه الحل الحسابي والحل الهندسي. نبداو بالحل، نبداو بالحل الحسابي. الحل الحسابي في الحل الحسابي ما كانش مشكل ما كان لا تقسموا منا كذا نخدم معادله القيمه المطلقه 5 اكس زائد 2 تساوي 10. واش راح ندير هنا؟ اما نعوضوا القيمه المطلقه بالجذر التربيعي الداخل ولا ربع الطرفين مباشره. قلنا كان ربع القيمه المطلقه واش ترجع؟ ترجع مباشره ماذا؟ ترجع مربع، يعني القيمه المطلقه تختلف. تمام. اذا القيمه المطلقه 5 اكس زائد 2 تساوي 10 واش نديروا؟ نسميها المعادله دائما نسميها مثلا معادله نجمه. قال نجمه تكمل. شنو هو الحل الحسابي؟ القيمه المطلقه هذه واش عرضها؟ راح عرضها جذر 5 اكس زائد 2 مربع تساوي 10. نقولوا بتربيع الطرفين. هل وريت شفنا درنا فيها ثلاث طرق يا ولا كي ربع طرفين معناها راح نربع من وراح نربع من. لاحظوا التربيع راح يروح من جهه واش ترجع؟ ترجع 5 اكس زائد 2 كله. الغبي هنا الغبي هو اللي يقول لي تساوي 100. علاش؟ هنا ماذا بيا اني خدي التربيع باش نرجع نفرق بين مربع. إذا 10 مربع كي نطلع واش ترجع؟ 10 مربع تساوي ولا فرق بين لا سوستراكسيون دو دو كاري. راح نديرو ا مربع ناقص بي مربع هي ا ناقص بي في ا زائد بي. إذا تعطينا نديرو لو كروشي 5 اكس زائد 2 ناقص 10 5 اكس زائد 2 زائد 10 تساوي 6. نبسطها ومن بعد ندير اما او مين. تبسيط العارضة هو قوس 5 اكس 2 ناقص 10 هي ناقص قوس 5 اكس 2 زائد 10 هي زائد 12 تساوي 6. اما او اما وش اما واما اما او اما اما العامل الاول يساوي الصفر معناها 5 اكس ناقص 8 تساوي الصفر او هذا رمز اول هذا 7 بالمصري بالعربي معناه هو اول اما 8 بالعربي هو و او العامل الثاني يساوي الصفر 5 اكس زائد 12 تساوي 6. ولي نهضرها انا ونزيد نعاودها يسمع لي الجميع انه الرياضيات النهار اللي راحت المكممات راحت الرياضيات. كاين مكمم الوجود كاين مكمم الكل هو كيلكو سوا هذا ايل اكزيست هذا ايل اكزيست اي يونيك واحد يوجد وحيد هذا مهما يكون هذا يستلزم هذا يكافئ. وروحوا النهار اللي راحوا المكممات راحت الرياضيات. والاسف الشديد انه احنا في الليسي حتى البكالوريا ما نقراهمش بمجرد دخول الجامعه اولى ثانوي اولى جامعي نلقى الاستلزامات ونلقى التكافؤات ونلقى اللي مكمل موجود ومكمل الكل. وللاسف الجامعيين يحيروا يقول لكم القريب كيفاش الرياضيات ماهيش ولات الرياضيات تاعك ولات باللغه العربيه يوكاب نكتبها يوكاب اذا وافقت اذا كانت تكتبها ديريكت اذا وافقت اذا كانت ولات عربيه كنا في البرنامج السنه القديم اذا وافقت اذا كانت نديرها التكافؤ يستلزم ما نكتبش يستلزم بالعربيه ندير الرمز هذا. تمام هذا يوجد شو الأ هذا أم قلبه مهما يكون كلك صور ثمين أو راحت أو راحت أو و إذا نحن نطرشها ناقص 8 كي الدور اشتغل وناقص منها 5 إيش تساوي 8 على أو
اكس يساوي 12 كيضرب ناقص 12 اذا الناس قال المعادله حلها 8 على 5 وناقص 12 وعيد في المجموعه اللي ما يهمش الترتيب نعم شويه يقول الشيخ غلط وما تكون هذه الساعه بعد هذه المجموعه هو المهم هو ذكر جميع عناصر المجموعه ما يهمش الترتيب ومش مجرد هو مجرد هل هذا الحل حسابي ولا الهندسي؟ حسابي نروح للحل الهندسي الحل الهندسي شروط فالحل الهندسي لابد انه يكون معامل اكس عادي صح تمام ليه؟ قلت لي لا تجيكم اختبار يعطيكم كيما في الاختبار نعم تصوروا كون شاد في باسط 10 كتب لي ناقص 10 وشي حل المعادله ليس لها حل احسنت المعادله ليس لها حل ما كانش قيمه مطلقه تساوي عدد سالب هو يعطوها العميفات في الفرض في الفرض الثاني نعم الفرض الثاني اعطوهم قيمه مطلقه يساوي عدد سالب الطلبه كل بداوا يربعوا ويجذروا ويديروا حقل بصح الطالب يكتب ليس لها حل فاي لا ممتازه التعليل تاعها لانه القيمه المطلقه اكبر تماما من صفر مستحيل انها تساوي عدد سالب مستحيل انها تساوي عدد سالب بون كون عندها هذيك القيمة المطلقة 5 إكس زائد 2 تساوي صفر وش الحلول تاع المدرج المعادلة حل واحد نعم راح نديرو القيمة المطلقة 5 إكس زائد 2 تساوي صفر المسافة تساوي صفر شو معناها؟ معناها أنه 5 إكس زائد 2 تساوي صفر معناها ما بداخل القيمة المطلقة يساوي صفر معناها إكس تساوي ناقص 5 يعني القيمة المطلقة راح نقولها باي باي شو الولد هذه قاعدة من الذهب كيكون عندك قيمة مطلقة لنجمة تساوي صفر ولا تلقى جذر نجمة تساوي صفر ولا تلقى نجمة أس أن تساوي صفر هذا في ثلاثة يخرجون لك بوجه بنجمة تساوي صفر أنا دائما نقول نحي البروز انزع البروز نحي المظهر إذا كان قيمة مطلقة تروح إذا كان جذر يروح إذا كان تربع ولا أس خمسة ولا أس سبعة يروح مالك ونعطيك معادلة هذه 5 إكس زائد 3 أس 7 تساوي 7 تقولوا ما نعرفش المتطابقه الشهيره هذه 5 اكس زائد 7 وال7 ما نعرفهاش 5 اكس زائد 3 وال7 تساوي 7 كاين حلو 5 اكس زائد 3 قال معناها 5 اكس زائد 3 تساوي 7 7 نقولها وال7 نقولها تساوي راح يطوف نسبة القاعدة رقم 3 نجمة وال7 تساوي 7 قال لي الشيخ معناها نجمة تساوي 7 معناها ما بداخل اس يساوي 7 قيمة مطلقة تساوي 7 معناها ما بداخل قيمة مطلقة يساوي 7 جذر يساوي السبب معناه ما بداخل جذر يساوي السبب تمام واكيد اكيد راح يعطوها لك الفرق اكيد اعطيوها لك اكيد شو يعطيكم هكا تساوي السبب يعطيوك هكا تساوي عدد سالب يعطيك هكا تساوي عدد باش يختبرك يشوفك ترى اسكو راك فاهم ولا ماكش فاهم علاش تلقاو بعض الطلبه مثلا في الماطي مثلا يجيب 19 يجيب 18 علاش زوج نقطه هذيك اللي تروح له يقول لك الشيخ ما حليتش واحد المعادله واش هي مثلا قيمة مطلقة تساوي السبب غلطت فيها ولا تساوي عدد سالب ورحت فيها تمام نرجعوا لهنا احنا قلنا تساوي 10 تساوي 10 هذه المعادلة هندسية ما تخدمش لأنه هذه ماهيش نجمش نعطيها لا تراديكسيون تاعها الترجمة تاعها إلى مسافة بصيغة المسافة علاش؟ لازم يكون معامل إكس واحد واش رايك معامل اكس انا وش يساوي؟ باش نذكر برك عطاو ثاني اظن ذكرت واحد المعادله عطاو هذا عطاو برك القيمه المطلقه اللي ناقص اكس زائد 2 تساوي نعم تساوي 5 اظن ذكرت هذه ثاني واحد محل الا بعض الطلبه تاعنا اللي مدينا الملاحظات كيف هذا لازم يكون معامل اكس واحد انا واش ندير؟ شفتوا باللي قلنا واش قلنا؟ القيمه المطلقه واش بها؟ موجود